إذا نروحوا للكأس العربية اللي توجد بها المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، هذا يثبت مرة أخرى في غياب الكثير من اللاعبين المحترفين لأنهم رفضوا أو الأندية تاعهم رفضت لأنه ماهيش إن دات فيفا، وقال لك الكأس العربية هذه سي با أون ماهيش داخلة في تواريخ الفيفا، لهذا تم الاستنجاد بالشبان هنا في الجزائر كلهم من الجزائر العميقة من تندوف من تكسلنا بولاية جيجل من سطيف من سيدي موسى هنا بنواحي العاصمة باتنا تندوف عنابة أيضا كلهم شبان صغار تمكنوا من حصد هذه الكأس العربية لأقل من 17 سنة وحظيوا باستقبال رئيس الجمهورية لأول مرة يعني الجزائر والرئيس شخصيا يرافق الشبان وهذا لم يكن في وقت مضى صراحة. هذه المرة بعد الكأس العربية لأشبال بوقرة أيضا ألعاب البحر الأبيض المتوسط تم استقبال المنتخب أو البعثة الجزائرية من طرف السيد الرئيس وأيضا قائد الأركان، وهذه المرة حتى الليجان اللي برزوا في الألعاب الإسلامية تم استقبالهم من طرف رئيس الجمهورية وهذا يبقى يعني شيء لأول مرة شفنا منذ سنوات لم نرى مثل هذه الصور لرئيس الجمهورية وهو يستقبل. أعطينا صور استقباله للشبان واحد بواحد وحديثه إلى جانبهم في حديث جانبية وهو ما أفرح هؤلاء الشبان لدرجة لا يمكن تصورها، خاصة لكي اللي راهم مقبلين على ألعاب الأولمبية في فرنسا اللي فازوا في ألعاب الإسلامية وأيضا اللي فازوا في بطولة العالم اللي فازوا بالميداليات الفضية الميداليات البرونزية وحتى الميداليات الذهبية، شيء يشرف جدا الدولة الجزائرية كي يكونوا أمور إيجابية يجب أن نقولهم بأنه الجزائر أصبحت تعتني بشبانها وتعطيهم القيمة اللازمة. أو الشاب مسلم أناطوف، هذا الشاب من تندوف الذي التحق بأكاديمية الفاف في 2021 فقط ورفض في 2015-2016 رفض في العديد من المرات لكنه تكلمت عليه هنا عندي عامين ملي تكلمت عليه ولكنه كان رفض. كنت نقول لك نعم ما كانش في الأكاديمية، قالوا لي فيتور بوداوي خرج من تندوف من فريق صغير في تندوف وتمكن أيضا فيه لاعبين من سطيف، هذا شان هذا تاني خريج المدرسة الصيفية من تكسلنا كما قلت من عنابة من سيدي موسى كلهم شبان بارزوا علي بن شيخ وتمكنوا من حصد هذه الكأس العربية في النهائي أمام المنتخب المغربي، شيء يشرف. والله شيء يشرف، على كل حال نقول لهم فيليسيتاسيون ليكيب والستاف اللي شرفونا وفرحوا الشعب الجزائري وهذه وعلى شكر هذا الهدف الرائع. نقول لك بلي عندنا لاباط عندنا لاباط ما عندناش الناس اللي يمشيو الكرة القدم في الجزائر صح، هذه هنا تبروفي لك بلي عندنا شباب الحمد لله اللي جون تاعنا كتوف فرحونا في فينال كوب عرب عاودوا ان تروازيام فوا وين الشعب فرحان لا جونيس ما شاء الله حتى الرياضات الاخرى صم البكم من رياضه ذوي الاحتياجات الخاصه وتم استقبالهم في هذا هذا اللي يجب ان نتمم لاول مره اننا رانا لهذوك اللي ما يتكلموش وتم استقبالهم فازوا بالميداليات. اعطينا صور ايضا الاستقبال لذوي صم البكم اللي تم استقبالهم من طرف رئيس الجمهوريه وايضا اللاعبين لا فوتو تبدل معهم الحوار مع واحد مترجم كان يتكلم له تبدل معهم الحوار شيء ما كانش في السابق صراحه. هذه نعم اي جاست دوماش جاست فيت اعطينا انا برك فيكس باش تشوف هذا نعم بعد ما عطالها خليها تمشي شويه نعم هاو جا هذاك السيد اللي معها هذاك اللي معاه هذاك مترجم لانها ما تتكلمش وما تسمعش ولكنها فازت بالميداليه الذهبيه في الالعاب الاسلاميه شيء مشرف للغايه. والله قلت لك شيء شرف لان ابداها من لي جو ميديتيرانيا غاناتيك نعم استقبلهم وقبلها تاع بوغرا ميديتيرانيا اللي فرحوا الجزائر على طول شوف في هذه لازم ريكونيك رئيس الجمهوريه او يعطي قيمه ماشي قيمه كاش يقولوا زامبورتونس الاهميه للشباب الجزائري لا جونيس
راه لا بروف راك تشوف يرسو فيهم ويكرمهم ويتكلم معاهم ويزاد عطا قصه مام لهذوك اللي صم البوك مداوي احتياجات خاصه. سي امبورطون كو شاف ديتا يدير هذا الشيء وهما يحسوا بلي راهم ايزون دو لاسيرونس مع رئيس الجمهوريه. ولهذا الشباب راهو تاكل عليه. وهو تاكل كانا على الشباب ماشي اللاعبين برك ولا الرياضيين، الشباب كاع اون جينيرال بلي يوقفوا لهذ البلاد، لان الجمهوريه راهي توقف وراهي تسيد دير. حاجه واحده اللي غادتني شويه انا، شفت سارتان تاع البيرو فيدرال ما لازمش يكونوا في كره القدم، وهذه نقصت انا، انا نقول حاجه ما نقيسني نقيسني. كي شفت تما شي ناس دخلوا في البيرو فيدرال ويريبريزونتي الفوتبول الجيريا، جو سوي مالورو، اقسم بالله غير جو سوي مالورو. هذاك المكان تاع الناس تاع فوتبول ماشي، ما عرفش كاع من جاي البالون ديرهم في هذا، لا تمسخروش بنا. ولهذا هذه قلت حبيت نقولها باش الناس تسمع. ولكن نشكر رئيس الجمهوريه والجماعه اللي عطاوا القصه لهذا الشباب هذايا، وان شاء الله من القدام يزيد من القدام ان شاء الله الجمهوريه الرئاسه الجمهوريه يزيد يختم يخموا على المشاكل ولي بروبليم اللي راهم لهاد الناس راهم داين الكره الجزائريه الهاويه. ان شاء الله يكون عنده وقت يخموا عليه ان شاء الله. ولهذا نزيدوا نشكروا لي جوار والاسطاف يعطيهم الصحه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله افراح اخرى. وايضا بما انك تكلمت على لاسيريموني اللي جاست في ظروف رائعه، ولكن واحد باش يهضر كلمه حق يعني على الاقل اللي دار لا ليست واللي بعث لا ليست، اعتقد بانه المدرب الوطني حبينا ولا كرهنا المدرب الوطني من المفروض يتم تكريمه من طرف رئيس الجمهوريه، حتى وكان في الصوره الجماعيه، ولكن كلمه حق لازم نقولوها. نحاوه وداروا اللي ما لازمش يكون في البالون، ربما طلعوا عباد واحد اخرين هما اللي بانوا. تكلم على رزقي رمان من المفروض يعني صراحه الواحد لازم يكون كوريكت، يدي هذاك لو ديبلوم ويدي الاعانه الماليه، لانه رئيس الجمهوريه اعطى لكل كاع لي زاتليت اعطى لهم شهاده شرفيه واعانه ماليه. لماذا حرم الطاقم ماشي غير المدرب الوطني مسؤول؟ انا المعلومات اللي عندي انا وسالت قال لك داروا كيما لي جو ميديتيراني غير لي زاتليت اللي داو، لكن في كاس العرب اللي فاز بها مجيد بوقرة، مجيد بوقرة والطاقم تاعو تم تكريمهم كامل. لماذا لم يتم تكريم الطاقم الفني هنا؟ يعني باش انا الحق كلمه الحق هذه جو بونس كو سي لا فيديراسيون، هذه سانارينا فوال سي با لا بريزيدونس، ماشي لا بريزيدونس سي لو ام جي اس علي سي لو ام جي اس كي كومونيكي. لا سي با لا سي لا فيديراسيون هي اللي تحط لا ليست، انت وين شوف ستاف ما يديش كيف ما يديش كيف اللي تو ترافاي ميريت سالير، هو يدي لونترينور ناسيون اللي معاه ولي جوار اللي داروا لا ليست سوطاوه. ممكن كيما شفنا مع رئيس الجمهوريه كان اللي ما لازمش يكونوا لتم، ما لازمش نو نو سو لو بلون بروتوكولير ما لازمش يكونوا. شكون انت باش تكون تماتيك؟ مع رئيس الجمهوريه اضربوا بحثوا تصيبوا، شكون انت؟ تبري صح تبري اش بيكم؟ نروحوا لسمير، نبدأ بسمير باش ما نروحوا بعد نروحوا شويه للمشاكل باش ما نغطيوش الشمس بالغربال. هذا التتويج ليس معناها ان التكوين في الجزائر رائع وان كل شيء يسير على احسن ما يرام. هادو شباننا وابنائنا نفرحوا وفرحوا الشعب الجزائري وي، مي لازم الدوله كي شافت هاد لونغومو تفكر من الان في انشاء اكاديميات وفي انشاء خاصه، لانه الفيدراسيون ناس بزاف انا يبدا تكذب فيدراسيون ومركز سيدي سيدي بلعباس ومركز خميس الخشنه شكون اكاديمي كلهم يقولوا بلي هما اللي داروا هاد نو سي لي كلوب كي دوا فورمي. هادو سيدي جون جو من كامل الجزائر وكاين اللي جا في 2021 ماشي الاكاديميه اللي طلعتهم، باش نتفاهموا مليح. لازم الدوله الان مراكز التكوين في النوادي لازم يكونوا كما راهم عند مصريين وعند توانسه وعند في فرنسا وفي اسبانيا. هذا هو الحل باش لا جوناس. انا كنت مؤخرا في جيجل، كاين 5000 عموره في جيجل، جو دي بيان 5000 عموره، مي ما يخلوهمش يروحوا مام في الديسبيتمون يقولوا له واش يخدم باباك واسمو باباك واش تخدم وين تسكن يشوفوا زوالي ينحيه. علاش رانا نغلقوا؟ قلت لي على الديسبيتمون تاع بولوغين اللي قلت لي عليه راح نشوفوا في على هذاك راح نشوفوا يشوفوا الاكاديميات ما حدث في بولوغين مؤخرا في ديسبيتمون 4000 بيرسون راحوا ويتضربوا ويتضربوا بالحطبه. نو ماشي هكذا لي جون تاعنا نطلعوهم. سمير شوف رضوان باش تكون صراحة أنا أظن أن الدولة الجزائرية فهمت في الأوان الأخيرة فهمت أن وجوب الاستثمار في الرياضة. جو بونس
هذا الاهتمام هذا عنده يعني مغزى سياسي، مغزى سياسي، ولكن هذا الاهتمام وهذا لامبورتونس كون دونونس او سبور كي تري امبورتون لازم يترجم في التيران. كيفاش يطب؟ انا نهضر على الرياضه اون جينيرال، ترجم بار لا ميز اون بلاس دون نوفيل بوليتيك سبورتيف، سياسه جديده. حان الوقت الوزاره الشباب والرياضه انها تعطينا ملامح تاع سياسه رياضيه جديده، والسياسه المرابطه تبدا بالاداه العمل. لازم هاد لي سبورتيف اللي راح يمثلونا ولي جينيراسيون ام جي يسحقوا دي سونتر دو فورماسيون اي دو بريباراسيون دون تو لي سبور. فو با ليميتي سا جوست او فوتبول. انا جو بونس كو ليتا ا لي مويان دو ميتر اون بلاس هاد لا بوليتيك. هذا الاهتمام يقدر يكون عنده معنى، يعني معنى صحيح حقيقي لما نشوفوا باللي هناك قرارات نابعه من الحكومه باش تبني اصلاح رياضي شامل. اصلاح رياضي وبناء منشات رياضيه، باسكو لي جون تاعنا واش يسحقوا؟ يسحقوا اداه العمل، لوتي دو ترافاي. كي تعطي لهم لي مويان، كي تعطي لهم لا بريزون شارج، لا بريزون شارج Après, tu peux leur exiger des résultats. Ana, et maintenant, ana, had l'ihtimam li chfnah à travers la cérémonie qui a été plutôt organisée par la présidence de la République. J'espère que had l'ihtimam siyasi yitarjem f terrain. Déjà, déjà, lazem ntkelmo ala nas ta sud. Nas ta sud. أم يمدوا كمام دي جوار في كل شيء للجزائر. انا دوك كي قلت لي الجون هذا من تندوف جو ماتوندي با يجي واحد من تندوف. ممكن كنا نشوفهم ورقله لي زارابي لي خرج مير جوار دو تورنوا، خرج مير جو تورنوا. يا خويا انا نحيي الناس الصحراء ونشكرهم لان راهم يمدوا لنا في اللاعبين وفي لي زاتليت. بورتون مناطق اللي منسيين منسيين شويه، هذه وحده. ثانيا سمير خويا انت تكلمت سيفري واش كنت تقول دركاتيك، ولكن افون لي زانفراستركتور يفو لي زوم. انا نشوف كره القدم شكون اللي راهم فيها عيب سرتع، ماشي كاع حاجه سرتع عيب. نشوفوا دي كلوب دي ديبونس دو 3,500,000 ولينا 350,000,000 الشهر. ما يعرفش، قلتها ديجا ما يعرفش يمشي. 350,000,000 في الشهر كاين اللي ما يلعبوش. راك تشوفوا لي راك تشوفوا لي سكوندال. ام اليوم ان كلوب بلوكاو له الكونت 5 مليار يخلصوها. ام خرجت ان اوتر كلوب، ان اوتر كلوب قالنا 4 مليار 500، جاي لا سويت غير يبزعوا في الناس. سا بروف كوا؟ سا بروف كو الناس اللي راهم يحطوهم ناس نو ريان في الفوتبول هم يهلكوا في الاموال تاع الجزائر. نوصلوا لهذه نكملها هذه وخلاص. والناس كاين اللي تعاني. كيف هذا لازم هنا تدخل السلطه؟ كيف هذا كلام ما يلعب والو يخلص 5 مليار؟ قدي اللي يجي يجي بقره الحلوب، وواحد اخرين مساكن يفيف اون في ميزيرا. نو اريتي الماساك. قال علاش تعطي لهذا 250,000,000؟ يا روح انت ديجا شكون دارك انت؟ انت شكون دارك؟ لازم تقول لنا شكون دارك واللي دارك اسكو علاش درتو؟ يعرف علاش درتو؟ اعطينا علاش درتو؟ اعطينا الاخر تاعو علاش درتو؟ كيفاش؟ شكون اسكو يليق اسكو ما يليق؟ وانت علاش تبدا تبصع 250 و150 و200 وكذا؟ ومن بعد تقولوا هادو ما سي قبيله قلت لكم عندنا لاباط، هام لي جوار جابوهم من صح. ما كاش اللي كذاب اللي يقول لك هادو كانت في اكاديمي، ما كاين حتى اكاديمي والو، ما كاين والو، كان سي لاباط لي جوار هادوما جابوهم بالقلب يخدموا ودخلوا مساكن بالقلب وبالاخر وفرحوا الشعب الجزائري. هنا تحبس. بصح لو كان كاين تكوين نجيبو لازم ماخر. قبل ما نجوزوا للسون لي سون دونترينمون ولي زانفراستركتور لازم تنقي وتحط عباد في المستوى دون توت لي ديسيبلين، كاراتي بوكس وروح وروح. تشوف الالجيري رئيس الجمهوريه يولي يعيا خاطرش يعمروا له كل قطره يجيبوا له لي ميطاي ويظل يلاقي فيهم، والله يولي يعيا خاطرش تولي الجزائر تفرح. هذه هي الجزائر اللي نحبوها احنا. واضح يسعد.